اليوم بدنا نروح على الميرا، خليكم معنا. هذا هو الميرا، من اشهر المولات هون، له اكثر من 63 فرع. تعالوا نشوف. راح تلاحظوا انه في اشياء نفس سعرها بالاردن، في اشياء زياده بسيطه 10% او اقل، وفي اشياء 5-6-7 اضعاف. عادي جدا، تستغربش، لانه هون بتفرق حسب البلد اللي انت مستورد منها البضاعه. الميرا من اشهر المؤسسات والمولات في قطر، هي تعتبر مول الشعب. هذا الميرا عبارة عن مول حكومي زي المؤسسة الاستهلاكية المدنية يعني تقريبا. طبعا في ناس بقول لك هذا الزلمة ماخذ مقلب في هاي البلد، لا انا بس بدي اوريك لو جيت هون شو راح تلاقي. راح تلف معي بالمول واعطيك السعر بالريال وانت حول للدينار على راحتك، او الدينار 5 ريال. خليني اقول لك بعض المزايا للمولات هون في قطر. اولا المعاملة كويسة، لو انت كسرت اشي في المول ما حد راح اقول لك ادفع حقه، وصارت معي فعلا. مرة يوسف واحنا في احد المولات كسر مزرية حقه يمكن 60 ريال، فالكل بتطلع فيه بيقول لي عادي مالك وقفت كمل مشوارك. انا مرة من المرات كنت برشح بكوح، فواحد من العمال فتح لي قنية ما يقول لي لا تدفع حقه. العروض هون عروض عن جد، لما يقول لك هاي كانت ب10 صارت ب4 عارف انها فعلا كانت ب10، مش زي بعض الناس بقول لك كانت ب20 صارت ب10 وهي طول عمرها ب10. من الصفات الحلوة برضو انه عند الخضار والفواكه ما حدا بقول لك ليش نقيت احسن اشي وخليت للابرار مين بده يشتريها، ما حدا بفكر هون زي هيك. بالعكس ممكن نروح على المستودع اجيب بوكس جديده ويقول لك اذا هاي مش عجبتك نقي من هاي. برضه لو اخذت 1000 كيس وكيس ما حدا بناقشك ولا حدا بقول لك اعطيني قرشين حق الكيس. هون خذ كيس قد ما بدك، وكيس كويسه وقابله للتحلل يعني صديقه للبيئه. بس المشكله اذا بدك مثلا بضاعه اردنيه راح تلاقي الجبنه بمول والمرتديلا بمول ثاني والخبز بمول ثالث، ما فيش كل شيء موجود في مكان واحد. طبعا كل المحلات والمولات فيها عاده انه بتقدر ترجع الغرض خلال 14 يوم اذا كان معك الوصل تبعه. في نهايه التسوق تبعك غالبا راح يوصلك للسياره اذا اغراضك كثير. طبعا هو الاختراع حلو، نفس عربيات التسوق فيها زي كاشير، انت بتشتري الغرض مثلا بتعمل زي هيك تم اضافه صلب، بتعمل زي هيك تم اضافه صلب، تروح الكاشير تدفع الجاهز. واحد بيقول لي لو انا اشتريت غرض وحبيت ارجعه ايش بعمل؟ هاي اسماء الاغراض اللي جبناهم، تكبس عليه زي هيك ريموف خلص بطل موجود عندك. الغرض الثاني بدي اشيله تكبس ريموف خلص. عندك هون المانجا ب10، هاي النوعية من المانجا ب47 على 9 دولارات، هاي النوعية ب44، الكيلو ب46. هذا الرف هذا كله غالي جدا. هذا الخوخ الاصفر من جنوب افريقيا ب18.5 يعني 3.60. الخوخ الدراج اللي تحتها 49، الدراج العادي اللي بنعرفه 18.5 يعني 3.60. هذا الموز 6 ريال، موز ب6 ريال، الجواخ ب6.5 يعني 4.30. التفاح معك من 5 ل 6 ل 7 ل 8 ريال، في ب9 كله بين دينار ودينارين. مش نظيف. في باكتات زي هيك 4 حبات فيهم 800 جرام تقريبا، هاي ب6.5 ريال، هاي 6 حبات كيلو بالضبط، هاي 7 ريال. عندك كاستنا 7 ريال يعني 1.40 ليرة. بطيخ كيلو ب3 ريال 60 قرش. شمام أردني 6 ريال 1.20 ليرة. طبعا هون ما في اشي بينقطع طول السنة، لو بدك بطيخ في الشتاء وبرتقال بالصيف بتلاقي، بس بكون مجمد يعني مش فريش.
البطيخ دائما احمر وزاك. الاشياء اللي بتكون قطريه بيكون عليها ليبل معينه زي هيك. هاي علبه الخيار ب 21 يعني 4 دنانير. هذه كوسه من لبنان 22 4.5. هذا فلفل حلو، هذول الثلاث حبات 4.5 يعني 90 قرش. أنا منتج قطري هيك. هذول 6 حبات بليرة و60 قرش 8 ريال. هاي الكاسة 6.5 ليرة و30. الخيار خيار ب7 ريال يعني ليرة و40. الحلوة ب5 يعني دينار. الحارة ب4 يعني 8 قرش. هذه الفاصوليا قطري 9 ريال يعني ليرة و80. كوسة ب5 ريال قطري يعني بدينار. الطماطم البندورة هاي النوعية 3.25 يعني 60 قرش. النوعية المليحة، النوعية المليحة ب8.5. هذا قطري. فلفل حلو، هذا لأنه لونه نادر شوي 25 يعني 5 دنانير، هذا 25.5. وهذا البرتقالي 26.5. الزهرة ب6 يعني ليرة و20. خس ب7 هذا عماني. ملفوف ب2.5 أحمر. الخوف العادي 13 ريال يعني دينارين و60. الأحمر شغل سلطات ريالين ونص يعني 5 دينار. البطاطا الحلوة 13.5 يعني 270. البطاطا العادية 4 ريال يعني 80 قرش، هذا أرخص شيء. جوز الهند من الهند 5 دينار ريالين ونص. الثوم ب6 ريال الكيلو. هذا البصل من إسبانيا، هذا بدينارين، هذا بدينارين 10 ريال. وهذا من عمان 7.5 يعني ليرة ونص. وهذا من الهند 13.5 يعني دينارين و70. اللحمة كلها 75 ريال الكيلو. في محل بدون عظم، في مكعبات لحم بقر استرالي، في ستيك بقر استرالي، في كتف خروف استرالي، في ديس باكستاني، كل شيء. تعال نشوف البيض. البيض فيه 13.5، فيه 18، فيه 18.5، فيه زي هيك نص كرتونة ب12، فيه ب11، فيه ب13. إذا بدك تاخذ واحدة فيها 6 بيضات ب5 ريال. تلاحظ شغلة بين الفواكه هون، هذا الغسيل الفواكه والخضرة نفسها. بتنجان قطري 1.5 ريال. كزبرة ضمت أي إشي بالدنيا دينار، 5 ريال بقدونس، 5 ريال كزبرة، 5 ريال نعنع، 7 ريال بصل أخضر، هي بدنا 6 روس. شوية الفجل هذول بدينار، هي 5 ريال. حبة الدراي هاي 6.75 ريال. عشان تعرف إنه المخترم مش قاعد بلم في مصاري. حبة الدراي دينار و30 قرش. العنب في الكيلو ب4.5 ريال، في ب14، في ب7، في ب14، في ب22. وكل الفواكه والخضروات هاي هندية، أنا بعرفش أصلا شو أسميها. تخيل إنه هذا موز، فكرتها منقل. هذا اسمه جوزبري. وهذه ذرة سبحان الله. هذا اسمه درام ستيك. هذا اسمها توراي. شو هذا اسمه بيتر جرام. البامية الكبيرة ب13، هذا من بنغلاديش. طلع قديش الحبة؟ 9 ريال لكل صنف. لاحظ انه تاريخ الانتاج والانتهاء موجود.
الجبنة البيضة اللي بحبها مع قزحة مع حبة البركة. جبنة نابلسي صار 43 ريال، كمان جبنة ونص جبنة. في أنواع، في عكاوي، في جبنة قريش، في فيتا، في بلغاري، في اسطنبولي، في دنماركي، في قطري، في بلغاري، أنا قلت بلغاري، في كويتي. هاي اللبنة بالزيت، في منها بالنعناع، في منها بالزعتر، في منها تركي، في منها قطري. هون المربى، هذه كلها أنواع مرتديلا، حبش ولحم ودجاج وغيره. السنيورة الأردنية كيلو ب 38 ريال 75 درهم، يعني 7 دنانير ونص. غدير أظن هاي أردنية برضو، هذا النوع 60 ريال، هذا ب 25، هذا ب 30، هذا ب 36، هذا ب 41. في تنوع. مخللات، هذا مصري ب 9، هذا لبناني ب 19، هذا ليمون بالشطة، هذا مقدوس لبناني ب 34، هذا مخلل بصل مصري 14. في غالي وفي رخيص. زيتون بالشطة نبالي 20.5، زيتون أخضر لبناني هذا اللي وراه 25، هذا اللي محشي فليف التركي 32، الأسود 28، ب 22، ب 22.5. وين راح اللي بشتغل له أنا؟ أنا بشتري من هذا، أنا بشتري من هذا. أخضر بلدي بالزيت 15 ريال 75. المجمدات كل إشي بتحلم فيه، هاي كلها فاصوليا، ملوخية، بامية، كلها 4.5، 5.5، 6.5. طبعا حسب الحجم، إذا كيس أكبر 10 أو 14 أو 15. العروض على النيد وعلى الكورن فليكس، نستلي، اندومي، ماجي. هون المجمدات، في عندك الذرة مثلا، هذول الثلاث حبات ب 11.75، هي فيها أربع حبات 11.75. في عندك زي هيك تقريبا نص كيلو 15. في هون البازيلا مع جزر، هاي ب 10. عندك البروكولي في نوع ب 7 ونوع ب 11. الفاصوليا هاي ب 13، هاي ب 11.5، هاي ب 6.5، الكيس اصغر. هون الفول هذا ب 7، البازيلا مع جزر هذا ب 6. شو كمان البازيلا لحالها هاي بثلاث، هاي بستة. البامية 9، 10، 9.5، 9.5. الكبدة المشوية 28 ريال، هذا أقراص كبدة 27. هذا الشباب الهندي هذا بخمسة أو ستة حسب النوع. السمبوسة البنجابي الهندي هذا 49، في انواع ارخص. نبيل حبيب الملايين هذا 31، هذا 31 في 900 جرام. في عندك سمبوسة بالجبنة، سمبوسة بالجبنة 12، سمبوسة باللحم 9.5، راحت هي. سمبوسة باللحم 9.5. في نبيل سمبوسة بالدجاج هذا ب 17، قديش؟ هذا ب 17. كنافة الكرامة السنبلة، طيب السنة هاي، السنة هاي ب 12 عجينة كنافة، هذا 12 عجينة عجينة البقلاوة. استربس الدجاج هاي كلها 22، كمان 22، هاي مقاطعة. سيرجي السيرجي هذا ب 26، مسكوس سيارة هذا ب 24، زلبر هذا ب 26، نوجتس هذا رزري ما بعرفش. طيب بوب كورن بالدجاج 22، هيكون كمان نبيل اقراص كبة. بطاطس في ب 5، في ب 15، في ب 8،
في وافل فرايز، في فريش فرايز. هذا 29، هذا أصغر شوي 22. هاي وجوه ضاحكة أصغر 9. السمك والسي فود كله هذا 14. مزيد المأكولات البحرية، عندك هون الجمبري هاي 53، هذا 82، هاي 10 أصغر، هذا الروبيان 51، عندك هون نقص الدجاج هاي 10 ريال، وهاي 8. الصفاء هاي 12، جورمي هاي 15، بوب كورن الدجاج مزرعتي هاي أنا بحبها 15 ونص، بس هاي حارة أنا بجيب مش حارة. لبن العيران أو الشنينة هاي اللتر 15، في عادي وفي خفيف الدسم هاي 8، الصغير بريال 75، في مع فراولة، في مع ليمون، في مع شوكولاتة، هذا كله ب 13 وربع. في زي هيك ب 6 نوعية ثانية. اللبن في عندك من هذا الحجم لهذا الحجم، وفي العادي وفي قليل الدسم برضه. هذه 5 ومعاها 6، 5 ومعاها السادسة مجانا 7.5. هذا الكبير 11 ريال، هذا اللي بجيبه دائما 7.5. كمان كل انواع الشوكولاته والمهلبيه والجيلي والرز بلبن، كاستر هاي كاستر بالشوكولاته، كاستر بالفانيلا، كل انواع اللبن هون. واللي بتستغرب له انه في لبن جرشيه صناعه قطر طبعا، هذا عباره عن صحن فخار لما تاكلها تفضل تستفيد من الصحن. في انواع لبن كثير، في مزرعتي هنا في نوع الدجاج هذاك، في حجه، وفي بلدنا في نوتريكا تركي، في بوك لبن تركي برضو، هون كريمة الطبخ وكريمة الحلويات. أبو الولد بقرة الله كيري، هاي من جديد ما كانت متوفرة قبل، بس في مقاطعة كل أنواع الجبن الصفر هون، هاي البوك والكيري، الكيري مع المقاطعة بس إذا بتسأل عن سعرها 17 ريال وربع، والبقرة الضاحكة ب 12، من هاي 16 قطعة مش 8. أبو الولد هاي 8 قطعة ب 5 ريال، كيري هاي اللي عليها عرض 3 باكيتات ب 21، فيها 18 حبة أو فيها 30 حبة.